اخذنا بالدرس السابق رسم سلطعان ورسمنا السلطعان وسوينا لكم مجسم اللي هذه يا موجود، هذا مجسم السلطعان اللي موجود على الحائط. اليوم عندنا قصة قصيرة بعنوان البطة الشقية. شو اسمها؟ البطة الشقية. البطة الشقية. كان يا ما كان في ثالث العصر والأوان وفي قديم الزمان، في يوم من أيام الصيف الجميلة قررت بطة الشقية أن تخرج لتلعب في الحديقة المجاورة لمنزلها، وبينما تلعب شاهدها أصدقاؤها وطلبوا منها أن تلعب معهم وتذهب إليهم ليلعبوا بجانب النهر، فاستأذنت من والدتها فسمحت لها والدتها بالذهاب وأوصتها أن تبقى قريبة من أصدقائها وإلا تكون مشاغبة، وسمحت لها والدتها بالخروج وشرط ألا تبتعد عن أصدقائها وتبقى معهم كي لا يحدث لهم أي مكروه. صار الأصدقاء مع بعضهم البعض وهم يلعبون ويتمازحون ويضحكون. كثرة المزاح جعلت البطة تضجر وتحزن من أصدقائها، فضجرت البطة الشقية من زملائها فقررت أن تركض سريعا وتركض وتلعب في الطريق وحدها، وعندما طلبوا منها أن لا تبتعد وتبقى معهم في الطريق كي يساعدوها إذا تعرضت لأي خطر، فعاندتهم وقالت لن أذهبوا بعيدا، سوف أبتعد إلى الطريق وأنا قوية جدا، أعرف كيف أدافع عن نفسي ولا أحتاج إلى مساعدتكم. ومع ذلك عاندت رفيقاتها ورفضت أن تستجيب لطلبهم وذهبت، بينما كانت البطة الشقية تمزح وتلعب وهي تغني في الطريق. سمع صوتها ذئب جائعا كان يتجول ضحكا عن الطعام ليأكله، فاعترض طريقها وصرخ عليها وحاول أن يهجم عليها ليفترسها ويأكلها، لكن البطة صرخت بأعلى صوت لها: النجدة النجدة انقذوني انقذوني. يود الذئب أن يفترسني، فسمع أصدقاؤها صوتها من بعيد ورفضوا سريعا وهم يبحثون عنها، فوجد الذئب يستعد لمهاجمتها فوقفوا أمامه وصرخوا عليه، وبسبب تعاونهم وعددهم الكبير خاف منهم الذئب جدا ووقف. استفاد حبايبي من قصتنا هذه انه نسمع كلام والدتنا. ايش نسمع كلام منو؟ والدتنا. نسمع كلام ماما احنا؟ نعم. نسمع كلام بابا؟ نعم. نسمع كلام اهلنا ومعلمتنا؟ نعم. اللي يعاند معلمته او اللي يسوي المشاكل كان يرضى ببطة. ثانيا اصدقاء البطة مزحوا هواية، كثرة المزاح تتعب الهيبة. انه الشخص اللي يمزح هواية والشاقة هواية يعني راح صار لازم يلعب شوية بجدية وعلى كيفه ويأذي أصدقائه. البطل ما سمعت الكلام، لازم تكون تسمع الكلام وتقول على أصدقائها وما تلعب بعيد عنهم. دائما من نلعب نلعب يم أصدقائنا ونلعب وياهم حتى من نتعرض للخطر لا سمح الله يدافعون عنه